وسمعت قريش بإيمانهم بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فثارت ثائرتها، وكان أشدهم عليهم عمرو بن هشام الذي كان يكنى بأبي الحكم، ولقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي جهل لعداوته للمسلمين، والذي لم يطق أن يرى هؤلاء الضعفاء وقد آمنوا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ابن خلف، أنبقى في نادينا نتجادل ونتساءل ونقول هو شاعر وكاهن والنار تشتعل في ديارنا؟ ماذا تقصد بقولك هذا أبا الحكم؟ أفصح. أخبرني الوليد المخزومي أنه قد سمع بعض موالينا يتمتمون بكلمات مما يسميه محمد قرآنا، فما وراء ذلك إلا انفلات الأمر من بين أيدينا وظهور محمد علينا. أوافق أنت يا أبا الحكم مما تقول؟ قد سمعت من الوليد، والوليد عندي ليس بمتهم يا ابن أمية. ومن الذي أخبر الوليد؟ هل سماه؟ أجل، يقول إنه عبده رزيق. إذن فلنرسل إليه حتى نسمع منه ونستوثق. ونعرف يا ابن خلف من أولئك النفر من الصابئين الآبقين الذين استهواهم محمد بكلماته وسحرهم بنفثه. كان أبو جهل من أشد الناس عداوة للمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يفوت فرصة لإيذائهم سواء كان بالقول أم بالفعل، فكانت أولى ضحاياه هذه الأسرة الضعيفة. نعم يا مولاي، سمعتهم ورأيتهم يأتون ما يشبه السجود لآلهتنا. أتذكر ماذا كانوا يقولون يا رزيق؟ إنها كلمات مما يسمونها قرآنا. قبحتك الآلهة يا عبد السوء، ماذا كانوا يقولون؟ وما لي يا مولاي وما يقولون؟ تعلمون أني ما أحسن إلا القليل، ومع ذلك فهم يقولون في كلامهم إن الآلهة التي نعبدها سمحتني الآلهة وبركتني. لا بوركت ولا سمحت. أترى هذه الحربة في يدي؟ سوف تسكن قلبك إن لم تتكلم. على رسلك يا ابن خلف، ولماذا تصر على أن نسمع ما قاله هؤلاء ونحن نعلم ما يقوله محمد؟ إنه يعيب آلهتنا ويسفه عقولنا وينسبنا إلى الكفر ويهددنا بالجحيم. ماذا عنده غير ذلك؟ المهم أن نعرف من هم المارقون الصابئون. هيا تكلم يا عبد السوء. بلال بن رباح يا سيدي، وقد حاول أن يغويني كما أغواه مولاي محمد. اخرس! تقول مولاك؟ تصفعني يا سيدي، وماذا أذنبت؟ هيا هيا، من غير بلال بن رباح الهالك بن الهالك؟ سمية، سمية يا مولاي، سمية وزوجها. ومن أيضا؟ عمار بن ياسر. سمية وياسر وابنهما عمار؟ لقد استحق من ذكرت العذاب واللعنة والدمار. ماذا كانوا يقولون ويتمتمون؟ إن الناس سواسية، يساوون بين العبيد والسادة؟ أسمعت يا أبا الحكم؟ يفتنون عبيدنا. أي مصيبة حلت بديارنا يا ابن خلف؟ الآن ماذا علينا أن نفعل؟ نمنعهم ونؤدبهم، فإن تابوا وإلا لا مفر من إخماد صوتهم حتى لا تنتشر النار في الهشيم. صب أبو جهل على هذه الأسرة ألوان العذاب تحت الشمس اللاهبة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج كل يوم لهذه الأسرة محيياً صمودها وبطولتها.
وكان قلبه الكبير يذوب رحمة وحنانا لمشهدهم وهم يتلقون من العذاب ما لا يطاق. وناداه عمار يوما وهو يعودهم: يا رسول الله، لقد بلغ منا العذاب كل مبلغ. فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا أبا اليقظان، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فردت عليه أمه سمية: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أشهد أنك رسول الله وأن وعدك الحق. بؤسا لك أنت يا فاجرة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويتجه أبو جهل إلى ياسر وأخذ يركله في بطنه حتى استشهد. أيها الصابئ المارق، قد رأيت يا عمار كيف فعلنا بأمك سمية وأبيك ياسر. قتلت أبي ومزقت أمي والآن تريدون قتلي. قتلناها وسنقتل كل من يتبع محمدا ويحدث فينا الفساد وينقص عن دين الآباء والأجداد، دين السادة وليس دين العبيد. إن كنت تريد النجاة يا عمار فانخلع عن محمد وعن دينه. يا مولاي، كيف تريدونني؟ دعني يا ابن خلف أجهز عليه كما فعلنا بأمه وأبيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا تقول يا ابن الخائبة؟ لا لا، لم أقل شيئا، لم أقل شيئا. إنا سوف نطلقك إن شتمت وسببت محمدا وأعلنت توبتك عن هذا الدين. أقول ما تريدون. إذن ردد ورائي: محمد ساحر، محمد كاهن، محمد كاذب. ثكلتني أمي، ليتني لم أولد، ليتني كنت ترابا. هون عليك يا عمار، هون عليك، لقد كنت في موطن تملكته شياطين قريش، ونحن لا نزال في أول الإسلام، عددنا قليل ولا حيلة لنا. لا أدري ماذا أفعل، وقد قلت في رسول الله ما قلت. اذهب إليه يا عمار، اذهب إليه يا ولدي، فلعل الله أن يخفف عنك برحمته. انطلق إلى رسول الله ولا تخشى شيئاً يا عمار. ويذهب عمار إلى رسول الله فيسأله صلى الله عليه وسلم: ما وراءك يا عمار؟ شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ مطمئن بالإيمان يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا عليك يا عمار، فإن عادوا فعد.